على حديد. يحكيوا على بلاد كثر فيها الاستبداد، من حين قامت العباد وقالوا يزي ما طلعت الكباد. من اليوم الناس ما عادش تخاف، وكيف ما عملنا ثورة هاي برا نعملوا لها هداف. أي جاوهم جماعة من دبية قالوا لهم احنا اللي باش نحلوا لكم الثنية. ما كانوش من العكسين، قالوا كيف جماعة تعرف ربي ومتدينين، يلا عضل لينا مين. أول ما بداوا بالاقتصاد، لا رجعوا فلوس لا حاسبوا فساد، وما يزيش الاقتصاد مريض. أول ما عملوا طالبوا بالتعويض، الشعب قال لهم يا ناس الكاس راهو قريب يفيض. قالوا لهم تهنيو توا باش نتلهو بالزوالي، يا أخي من قوة اللهوة ردوا له كل شيء غالي. يغزر بعينيه لوزير التعليم العالي والمربط الخالي، كيفاش خلص في شهري 20 سنة التالي. قالوا له اختنا من هذا وطبقونا القانون. يا أخي سايبوا عليهم ربطات حماية الثورة بما أنه الأمن مش مضمون، وباش يرقدوا في الليل مطمئنين حطوا جماعتهم وليتوا معتمدين، وطبقوا سياسة أطعم الفم تستحي العين، وسايبوا عليهم الثورة جاية بفرانك، والسلاح يحوس في البلاد قريب واحد يحرق فيه بطنك. لين جاهم نهار رجل كبير يمشي عشطوط قال لهم اصلحوا حال البلاد قبل ما يفوت الفوت، وتحسيبوا رواحكم فرشين يا اخي تاكلوا كابوت. فما كلام قالوه قدم التوانسة في الحجر منحوت، لا ترخص نفسك اللي من يذلها ولا تشرب من قيعة تموت، والدار اللي ما تعجبك بدل بغيرها لو كان حجرها ياقوت. ويوفى الحديث.